السلام عليكم. احنا يا تلاميذ استابولو قرينا عامين في استابولو ياك. من بعد عطاونا النتائج باللي ناجحين ياك. عطاونا النتائج باللي ناجحين في شهر 7 ولاحوا لينا الريزولطا في شهر 8 وبالاتيستاسيون وبكلشي باللي ادمي حنايا. في شهر 10 كنتفاجئوا باللي جينا ناخذوا لي دبلوم ديالنا وكيقول لنا راه ما كاينينش نتوما ما ناجحينش ما عندكمش كفاءه باش تنجحوا. ولكن حنايا رانا ناجحين يعني عندنا اتيستاسيون عندنا كل شيء. كقولنا لا الدبلوم ديالكم ما كاينينش. جينا ما بغاو يديروا معنا حتى حل. قالوا لنا لا حكا اما كوندي عندكم جوج اختيارات يا اما تعاودوا العام من الاول يا اما كونديدا ليبر. حنايا بزاف باش خدينا دوك الدبلومات باش نمشيو ونخدموا ونشوفوا على والدينا يعني كله ظروفه تعذبنا ديال بصح. يعني كاين اللي ساكن في النواصر كاين اللي ساكن في السبيت وكيجي حتى لاستابولو باش يقرا. في الاخر كيقولوا لك لا حكا راه ما بغيناش نعطيكم الدبلوم ديالكم راه ما كاينش نتوما ما مؤهلينش. والناس خداو الدبلومات ديالهم الا حنايا 22 واحد في السونتر ما خداش الدبلومات ديالو. بغينا نسولو الدبلومات ديالنا فينا هما الدبلومات ديالنا فينا هما. هذا هو السؤال الوحيد اللي عندنا. كتجي عند المدير اصلا ماشي كيلوحك لشي حتى حد ما عنده جواب. كتجي عند المدير كيقول لك لا حكا عندك جوج اختيارات يا ديري كونديدا لي بغيتي تعاودي العام من الاول. واش حنايا والدينا كيتسناونا نتخرجوا عامين وفي الاخر نعاودوا من الاول راه ما يمكنش راه شي تقبل في السطاج شي دفع المدارس كله كيفاش. في الاخر كنتفاجئوا اجي ما كاينينش الدبلومات ديالكم. والجواب ديال بغينا الجواب ديال هذا السؤال فينا هما لا ديبلوم فينا هما بغيناها فينا هما. والو شي جواب والو ما كاينش جواب. كاين قال لك اما كونديدا ليب اما تعاودي العام واحد من الجوج. حنايا دابا شهر واحد هادي كنديرو نعاودو العام. انتوما ما علموكمش من الاول قالوا لكم؟ لا ما علموناش من الاول. عطاونا اتيستاسيون بلي ناجحين وبكلشي في الاخر الحكا اجي عاودي العام. راه ما يمكنش 22 ديبلوم فينا هما. انا كنطالب من المسؤولين يجاوبوني 22 ديبلوم فينا هما. انا بغيت نعرف فينا هما. خويا حنا كنا كنقراو في سونتر بولو في دومارس قرينا عندهم عامين. انا فيليغ كوميرس. الناس اللي معايا كل واحد الفيليغ ديالو كاين لي جيستيون كاين لي اتي في كاين المهم لي فيليغ مختلفين. قرينا خويا عامين خدينا الاتيستاسيون دو ريوسي خدينا لي غولفيتمون ديالنا بروميير اني ودوزيام اني والباك ديالنا مكاشيكم كو اننا ناجحين. فجينا كنطالبوا بالديبلومات ديالنا باش ناخذوهم باش نمشيو نخدموا على راسنا. حنا خدامين دابا مع ناس خدامين اخويا مع ناس قالوا لنا جيبوا لنا الدبلوم باش نرسموكم معانا. كنجينا عدد الناس باش ناخذوا الدبلوم ديالنا كيقولوا لنا ما يمكنش. علاش ما يمكنش؟ هذا هو السؤال اللي كنطرحوه على راسنا وكان اللي خلانا بلا نعاس. هذا هو السؤال اللي خلانا حنا مراد في صحتنا وخلى والدينا مراد. فينا هو الدبلوم ديالنا؟ حنا كنجيو هنايا للسونتر باش نتناقشوا مع المدير كما كنلقاوش المدير القديم كنلقاو غير جديد. فينا هو حقنا؟ بغينا المسؤولين يدخلوا لنا ناخذوا غير حقنا. هو السونتر هنايا كيقول لك كيقراو فيه غير ولاد الشعب. سيدنا كيشجع الشباب كيقول لك على لو بيبيتي كيشجع الشباب على لو بيبيتي. لو بيبيتي ديروا للشباب هكا راه حشومه عليكم. راه البليباغ ديال هاد الناس اللي كيقراو هنايا راه كلهم مدمرين. راه بغينا حنا غير ديالنا خويا راه ما بغينا حتى شي حاجه. بغينا الناس يبارطاجيو لنا هاد الفيديو الله يسهل عليكم. راه اليوم عليا وغدا عليك اخويا راه قسما بالله تتحطمنا. راه قسما بالله مرضنا راه حياتنا بسبب هاد الدبلوم دمرات. راه حتى شي حاجه ما بقاتش كتحل علينا حتى شي حاجه. راه الناس فرحانه حنا كنبكيو والناس ناعسه حنا كنبكيو والناس كتشوف داكشي اللي قريتي عامين كتشوف مشات لك في الخدمه. كنشوف اخويا عامين مشات لي هباء منثوره. عامين ديالي مشات لي هباء منثوره. كنحس براسي ضيعت الوقت الوالدي وضيعت وقت راسي. الا كانوا هما ماشي انت غير سي عطاو الناس لي ديبلوم ديالهم علاش كيقريونا؟ ما فهمتش علاش كيضيعوا الناس حقهم؟ ومع ذلك كيقول لك هذا العام خرج قانون جديد ان عامين ونص. واش عامين ونص يقرا واحد وما تعطيش ديبلوم وراه حشومه قسما بالله. خويا مشينا حنايا باش نديرو محاميين ما لقيناش. كيقول لك المحامي كيقول لك 6000 درهم 7000 درهم. حنا راه ما عندناش هاد المنطق. هاد الثمن كله ديال 7000 درهم راه ما عندناش اخويا. من غنجيبو والدينا ما عندهمش. حنا بغينا غير حقنا. بغينا الناس المسؤولين تدخل لنا ناخذوا حقنا. هادشي اللي باغي ما بغينا حتى شي حاجه. سيدي حنايا عطاونا هاد الناس الاتيستاسيون عطاونا لا ليست بعدا هي الاولى كوم كوا حنا ناجحين صيفطوها لينا. ابخي داز واحد دو سمان عيطوا لينا قالوا لينا هاكو لاتيستاسيون ديالكم لي غولفيت نوت ديالنا المسائل كامله.
من بعد كتمشينا هذيك لاتيستاسيون كاين اللي خدم بها كاين اللي مشى قرا بها كل واحد شنو مشى دار بها. من بعد دازت واحد المده ديال 3 موا كنجيو بغينا ناخذوا لي ديبلوم ديالنا شفناهم بعينينا وراهم لينا هما في الاخر كيقول لنا حكا راه طرا مشكل ما طرا مشكل ما غاديش نفرقوا لي ديبلوم. من بعد كنرجعوا عندهم بغينا لي ديبلوم ديالنا ما بغاوش يعطيونا لي ديبلوم ديالنا هاد الناس هادو ومع العلم ان لي ديبلوم كاينين. حنا سيدي ضربنا تماره وكاين اللي ساكن في الدروه كاين اللي ساكن في النواصر كاين اللي ساكن كل واحد الظروف اللي عالمه به كاين اللي ساكن في السبيت تماره اللي كنا كنضربوا ما عمرنا ما غيبنا حتى شي نصنار كلشي كان كيحضر كلشي كان كيجي ضربنا تماره بلي ستاج ديالها داز العام بكلشي ليه. في الاخر كنجيو عدد الناس بغينا لي ديبلوم ديالنا ما بغاوش يعطيوهم لينا. حنا ما كنطالبوا بحتى حاجه خارج القانون كنطالبوا غير بلي ديبلوم ديالنا. حنا سيدي ما بغينا نديروا مع بغاو يديروا معنا هاد الناس حتى شي حل. حنا كون غير دواو معنا قال لك سيروا ديروا كونديدا ليبر علاش انا عندي لي ديبلوم ديالي كاين وغنمشي ندير انا كونديدا ليبر باش من حق هاد الناس غادي نمشي انا نعاود العام. دمرت انا نفسانيا وليت كنشوف مع الطبيبه باش كنشرب الدواء باش انني كنعس. البنت طاحت ليهم هنايا جات لومبيلونس داتها علاش غادي يدمرونا هاد الناس. واش هاد الناس بغاو يشجعوا الشباب باش يمشيو يخرجوا يخدموا باش يمشيو يدبروا على راسهم ولا باش يمشيو يصيفطوهم للسبيطارات. راه مرضونا هاد الناس مرضونا وكنطالبوا من المسؤولين انهم يديروا لنا شي حل وكنطالبوا من المسؤولين يشوفوا هاد الشيء ويديروا معنا شي حل حيت حنا عينا 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 ما بقيناش قادين سيدي ما بقيناش قادين كيجيو كيبداو يطالعوا علينا وكيمشيو فحالهم. حنا راه عينا سيدي من هادشي. حنا راه ما كنطالبوا بحتى حاجه خارج القانون كنطالبوا غير بحقنا سيدي. حنا راه كنطالبوا غير بحقنا وكيجي وكيقول لك جي ديري كونديدا ليبر علاش انا غنجي ندير كونديدا ليبر وانا لي ديبلوم ديالي كاين علاش انا غنمشي نعاود العام وانا الديبلوم ديالي كاين باش من حق هاد الناس. راه كيما طرا ليا غيطرا لولد اي انسان غيطرا اليوم عندي وغدا عندكم اي واحد غيطرا لي غيجي يقرا في هاد السونتر غيطرا لي هاد المشكل راه غينجحوا ويعطيوهم لاتيستاسيون في الاخر غيقول لهم انتم ما ناجحينش. حنا رضعنا يا خويا حنا رضعنا حنا دمرنا. انا ما بقيتش كنعس ما كنشوفش النعاس سيدي. كيقول لك يقراو عندنا ولاد الشعب ما عارفينش بلي راه كاين ديريكتور ديال لابون كيجيب بنته كيقريها في السونتر باش تشد بلاصتو. ولاد الشعب راه ما كاينش راه ما عارفينش بلي كاينين ناس واصلين في المستوى كيقريو ولادهم في الاف بي بي تي ما عارفينش هاد الشيء. هاد الناس كنمشيو كيقول لك كيجيو كيقراو عندنا ولاد الشعب راه غيمربدونا راه غيديروا فينا ما بغاو. حنا سيدي كنطالبوا بالديبلوم ديالنا وكنطالبوا بحقنا وكنطالبوا من المسؤولين يديروا معنا شي حل كنطالبوا من المسؤولين يديروا معنا شي حل وعيطوا لينا حيت حنا عينا راه عينا عينا راه ما بقاش عندنا فين غادي نزيدوا. عافاك حنا المشكل ديالنا هو هاد الناس هادو ما بغاوش يعطيونا لي ديبلوم ديالنا وحنايا ناجحين عطاونا لي زاتيستاسيون دو ريوسيت عطاو لينا كاع الاجراءات ديالنا باننا حنا ناجحين. حتى داز شي 3 شهور بحال هكذا حتى شهر 10 انا بعدا كاينين الناس معايا ما كاين لي زملاء ديالي ما عيطوش ليهم انا عيطوا لي في شهر 10 كنت جالسه تعيط ليا ما عرفتش شكون هذا اللي عيط ليا قال لي اختي واش معايا اسمي فلانه قلت لي اها قال لي انت راه حكا راجت اللجنه عاودت تصحيح وما لقاوكش راك ناجحه. انا يا في ديك اللحظه طحت جا بابا داني للسبيطار جاني كخيز راه بقى راجدني واحد الاعصاب شدت على الطبيبه النفسانيه انايا صافي هي هذيك. المهم نكمل لك اخويا من موراها فاش عرفت راسي انايا فاش قالوا لي راك حقا راك انت راك ما ناجحاش درت شكايه مشيت لعين برجه نفس الهضره تيقولوا لي تقول لي راه محايد يديروا معاكم شي حل وراك نتوما خاصكم تشوفوا تعاودوا العام يديروا لي بغ يتعاودوا العام. حنا فهاد الشهر تقريبا شهر 11 11 الناس راه دخلوا تيقراو هما تيقولوا لهم دوزوا عاودوا العام صافي. ملي ما بغاوش يديروا معايا حتى شي حاجه مشيت حطيت الشكايه ديالي في سيدي معروف خرج عندي واحد الموظف تما كاينه قال لي لا هادشي ما يمكنش حنا ما في خبارناش واش مشكل قدو قداش وما في خبارش السياج في سيدي معروف. قال لي لا صافي يتحملوا مسؤوليتهم حط الشكايه ديالك يتحملوا مسؤوليتهم راه يعطيكم لي ديبلوم ديالكم ياك. انا صافي حطيت الشكايه ديالي من ورا 20 يوم بقيت كل سيمانه كنمشي ضربت 20 يوم مشيت رجعت عندهم قالوا لي لا حق محق هادشي اللي كاين اللي قالوا ليكم راه هادشي اللي كاين وصلوا معنا لواحد المستوى ديال الحضيض ما بقوش عارفين ما يقولوا لينا ما بقوش عارفين باش يجاوبونا كيقولوا لنا شي حوايج غير منطقيه. خويا انا راه ماشي تحطمت انا راه دابا حاليا مشيت عند طبيبه نفسانيه خرجت لي الدواء ديال سميتها ديال المسطين بهذه العباره هذه.
صافي هي هذيك خويا رسم معنا لواحد المستوى ديال الحضيض. جينا عند هذا المدير اللي كان هو اللي قال لك حقها دير هذا المشكل هذا. ملي قلت لي شوف قال لي هذيك لاتيستاسيون دو ريوسيت راه ما عندها حتى شي قيمه. قلت لي انت هذيك لاتيستاسيون اللي كتقول لي ما عندها حتى شي قيمه راه انا مشيت خدمت بها وقال لي اشنو قال لي قال لي دابا قلت لي دابا انا شنو غادي ندير نمشي نخرج من الخدمه. انا دابا خويا ديميسيونيت ما عرفتش اخويا. انا كنعرف اتيستاسيون راك ناجحه حيت اتيستاسيون دو ريوسيت راه هي ديبلوم. علاش هما كيعطيوها لك؟ كيعطيو لك مشيت تقراي تمشي تخدمي حيت ديبلوم كيخرج حيت ديبلوم كيخرج معطل. كيعطيوها لك باش تقضي بها الاغراض ديالك اللي باغا ديري. واش باغا تقراي باغا تخدمي؟ انا ديميسيونيت اخويا في الخدمه. انا كنت خدامه وديميسيونيت بسببهم هما. ملي قلت لي دابا انا شنو غادي ندير شنو قال لي؟ قال لي وصافي سيري خدمي بهذيك لاتيستاسيون اللي عاطينك واجي عاودي العام بحال هكذا. وصل معنا خويا لواحد المستوى الحضيض بكل بروده. ملي مشيت لسدي معرف خرج عندي واحد الموظف من مورا 20 يوم قال لي داكشي اللي كاين. قلت لي غتعيطوا لي باقي لدابا مع لدابا لحد الان شي كيدير لي محوطه وباقي ما عيطوش ليا لدابا. قلت لي انا لاقيني غير مع مدام طريشه باغا ندوي معاها نقول لها المشكل اللي عندي تيقلب لي الموضوع. هادشي اللي كيقول لي هو كيقلب لي الموضوع شي نفس الهضره تيقولوا ملي تنقول لي عطونا الحل ما باغيش يقولوا لينا شنو كاين والو ما باغيين يديروا معنا والو هاد الناس هادو. حنا خويا راه حنا عينا والله الا انا بدات دمرت نفسانيا. دابا انا جالسه تنخمم انا جالسه انا باغي نخرج نخدم مع ماما ما كثرت الوقوف ولو فالي فاريس انا ما طالبه والو حاليا باغا الدبلوم ديالي وسمحوا لي حيت لقيت غنبدا ندكي والله هاد الناس هادو بغاو يديروا معنا والو. وفي الاخر جاو عندنا قالوا لنا لا حقه ما حقه المدير صافي راه مشى في حالاته صيفطناه جرينا عليه. انا ما تنعرفش المدير تنعرف هذيك لاتيستاسيون اللي عاطيني. انا باغا الدبلوم ديالي هادشي اللي باغا انا حاليا. ملي كنجيو لعندهم كيقولوا لينا حقه ما حقه زادوكم النقاط. انا سيدي لك تغدي لي بحال هكذا ما تزيدنيش النقاط خليني نسقط ما تزيدنيش باش تمرضني بحال هكذا ما تزيدنيش. قال لنا لا حنا تعاملنا معكم ما تعاملش معايا خليني نسقطهم باش ما يطراش لي بحال هكذا. حنا راه مرضنا نفسانيا. البنت ها هي راه داوها جاوا عنده هنا لومبيلونس الدواء طاحت لهم هنايا. انا بعدا راه عيطوا لي كاينين الزملاء ديالي ما عيطوش لهم تجاو باغيين يستلموا الدبلوم ديالهم تا قالوا لهم لا راه انتم للاسف مع هذوك الناس اللي ساقطين ما بغاوش يعطونا الدبلومات ديالنا. خويا يقدر يوقع لهذا ولهذا ولهذيك لكل شيء. دابا انا عندي خوتي صغار من انا ما شجعهمش على في بيبيتي حاليا حيت انا ما خديتش حقي. انا حقي ما خديتوش. دابا انا حاليا كنطالب بحقي. بغيت الدبلوم ديالي باغي نخرج نمشي نخدم على راسي باغي نهز راسي باغي نكون مستقبلي. هاد الناس ما عرفتش شنو غادي ندير معاهم. نفس الهضره كيعاودوا لينا ما باغي نديروا معنا حتى شي حل ما والو وشكرا. السلام عليكم اخويا. انا مشيت عندو قال لك لا حكا غنطين لك في 20 نقطه. دابا انا ما جيباش 10 جيبه الفوق. قال لك غنطين لك في 20 نقطه المصحح. هذا المصحح انا اللي غلط لي في 20 نقطه. انا نوريه الماده انا نقرا ليه الا كان يغلط في 20 نقطه. انه غلط ليا في 20 نقطه وورقتي بغيتهم غير يجبدوها وما يجبدوهاش. حنا عطينا اتيستاسيون يجبدوا لنا الدبلوم يجبدوا لنا الدبلوم ديالنا. فينا هو هاد الدبلوم؟ فينا هو؟ هاي اتيستاسيون خرجات واش غلطوا في 22 واحد 22 دبلوم غيغلطوا فيه؟ حنا راعينا خويا راه ما يمكنش بنادم راه كيجينا يقرا بزز كاين اللي كيتلات في طوبيس باش جاي لهنايا كله ظروفه راه ماشي جايين لهنايا اننا غير نتكسلوا ولا اننا راه جايين بغينا نقراو بغينا الدبلومات ديالنا بغينا نمشيو نخدموا على والدينا. راه بزاف هادشي راه حنايا بغينا. فينا هما 22 دبلوم؟ فينا هما؟ هذا هو السؤال ديالي. فينا هما 22 دبلوم؟ فينا هما؟